يا حمادي بقى، مش معقول كده. اف، انت سايبه سريرك وجاي جنبي كده ليه يا باي؟ وكمان عماله بتزنقي بقى، اتاخري شويه. اف، مش حدش عارف ينام في البيت البداول الزفت ده. يا ربي بقى امشي هناك شويه. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك ده سريري. عادل جوزي وامي على سرير واحد. لا انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت فاهمان انا غلط. اخويا وحماته. انتوا فاهمانين غلط. يا لهولي ما ارى ابني ومجيده. لا انت فاهمان انا غلط برضو. ايه اللي حصل؟ وطحينه كده يا رانيا، تبهدليني البهدله دي. لو انا كنت دايما في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي، ما يقصدش هو ايه. كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه. يعني ما انا اسف جدا. هو ايه ان شاء الله اوضه مجيده ما اوضتي موجوده. كنت رميت لك صناع بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت صناع ده؟ هو انا كيس جوافه حمض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته؟ يخلينا نسمع كلمه من اللي يسوى ولا ما يسواش. قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت. ما اقصدكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل. يعني انا اسف، هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا. بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي، انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. ايوه صح. رانيا خديني من ايدي والنبي، خديني من ايدي. انا اسف جدا، انا بعتذر. انا اسف جدا. يا جرستي ما تبصوليش كده. بقول لكم ايه؟ لا زير. ثانك يو. جود افترنون. يا دولا، ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دولا؟ لا مفيش. على رمزي برضو يا دولا. في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي، يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولا، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير؟ ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي. اوضه تانية؟ لا يا دولا مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي. صح يا دولا، صح معاك، دي حق يعني. طب دولا، ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دولا، في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم؟ يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دولا يا حبيبي، دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني، بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله اطفحه. لا يا عم، دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه، ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دولا امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده وانا طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسف. اطلع بره هنا. رانيا، يا رانيا في ايه؟ رانيا ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسأل انا؟ امال اسأل مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وليش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان. اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده، بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني، الواحد ما بيصدقوش. حكيت ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى؟ احتمال وارد بقى تبقى منهم انت. طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل، انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي، هتفضلي ماسكه لي الحكايه دي طول عمري؟ يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك، وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف انا كنت فين امبارح، وده ده دم كتير جدا. يعني
ايه اللي حصل؟ ياسمين، انتي بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بابا. وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. اذا كان كنا صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه، بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا، دي جريمه قتل. قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره. مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا ما اعرفش. وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف ظروف. طب ويا ترى بقى يا بابا الوليد الزغنانين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتله؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ السلام عليكم. دولا حبيبي، ازيك يا دولا؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دولا في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث. يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط. يلا ماسوره ايه؟ يلا الخبر اللي تحتيه. يلا اللي تحتيه. ماشي يا دولا. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولا انت زعلان يعني على الرقاصه ليه يا دولا؟ انت كنت على علاقه بيها ولا حاجه؟ يا ده علاقتي يا لا، هتوديني في داهيه. مش على علاقه ولا حاجه. يلا فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولا. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولا يعني حسيت ساعتها كده ان انا كده يعني اسد واقف في البازار كده وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا. وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم. ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا اصلي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ صوتك مش هيمشي. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك. عملت لك الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها ببدله الرقص. يخرب بيتك يلا، بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الا صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتال قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟
بص يا دولا، انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس، البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق. دولا انت تروح تقول لهم ايه؟ انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياة ربنا، واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام، يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولا، ده اذا كان يا عم انا مصدقك، البوليس مش هيصدقك يا عم. وانا يا عم اروح اشهد معاك يا دولا. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهم ما بياخدوش بشهادة الأطفال. ما تتكلمش خالص. طب أربي شنبي وأعمل ده؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هتربي شنبي؟ أهلا بسعادة الباشا. منورة يا باشا، مش بعد الزيارة دي خير يعني. جات لنا إخبارية إن الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشة. حشيش؟ إشاعات مغرضة يا باشا لا مؤاخذة. سعادتك شايف أهو زبايننا كلهم ناس محترمين ومش أي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوة دي تتقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذة من أحسن الرجال. وعندك أهو مثلا يعني الأستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجة. لو سمحت يا سعادة الباشا، كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوة كده قدام الناس علشان الشوشرة يعني. هو بص، هو قال لي يعني ان انا هيسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها. بس صدقني حضرة الأمين، هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك، بتسلمني يا ربزي. يا دولة هسلكك كزر. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة، اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك انا ما عملش حاجة والله حضرتك يعني. ماشي يا رمزي، بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي. يا دولة ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك يا لما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يا لو انت عندك شغل غير في البازار يا لا. لا يا دولة بص، انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة، ما تقلقش. حضرة الظابط، طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاك؟ كان معايا رمزي، وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. ايه ده كده؟ وانا دول حق ده؟ وانت ضايع مستقبلك؟ كنت ليك مستقبل يا صايع، تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجه. قدامي يلا. هو ما عملش حاجه، ده كان نايم. دولا هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يالا، عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب. طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا. حبايبي. يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طاقين؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دولا، ايه الاجرام ده؟ انت مجرم جرمانه يا دولا. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دولا؟ مالكش دعوه. نعم. مالكش دعوة. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك، اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت ما بتعرفش انت بتتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. هو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتل يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي. قول له يالا، قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى، انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري. قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار. اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كده مرابط.
في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي، تعال يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ باسم، ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. اشكري انا اشكري. وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. لا يا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا، انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير الشريفه بالست دي يا عادل؟ ها يا رانيا، هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن ياكلوها. علاقتي اللي غير شريفه؟ انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك، وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل، عينيك حاسه ان هم عمصين كده، مش عارف حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا. معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولا واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا اهو. يا مهندس هيطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه صح والله. الزياره انتهت. معلش يا حضره الصول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك، بس خمس دقايق ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا، شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكر يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع، فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ديليفري ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي، بص خليها تجيب لنا البتاع ده، عشان انا كان نفسي من زمان او ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الدليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقصه غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقولك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج، بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي، يا رانيا اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. يا ابني يا حبيبي، اهي عادل يا ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي، لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. على حبيبتي بنتي اللي زقننه، الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي، عملت ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا غير المحامي ده ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رديتوا تديوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصاه الحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السوداء. ليه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه ماسوره عوزان؟ انا اللي عايزه ماسوره عوزان، ولا انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء؟ انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه. يا شيخه جاتك القرف، قولوا بقى ما تقعدوش معانا، زهقنا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوا الجزار. طب خليه يتفضل. اتفضل. قال لي معلم عيكوا. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. ما احنا قلنا كويس، خير بقى؟ اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجاما؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. انا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط؟ ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطري يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكرة قوي يا معلم معاكوا، يلا بينا. دي يا معلم. اوعى
اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب ياض من الواد ده. ايه ده اتحرق البيت تاخد على طول. ساره عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم خدتوا براءه. براءه دول كفيني كفيني ياض هكفيك بعدين. هات لنا ثلاثات شاي. عناية دوله والنبي انا عايز شاي بلبن بس هو غالي شويه معلش. يا ده رمز عيب يا ياض احنا عاملين النهارده بقى حلو الحمد لله. طول عمرك نازيه يا معلم عادل تعيش وتصرف تعيش وتشرب. السلام عليكم. اهلا اهلا ازيك يا معلم خروف. ايه يا راجل ما شوفلكش من العيد الكبير اللي فات. تلاقيه كان هربان يا دوله. هنا بقى للسنكاحه. تشرب يا خروف. حواوش انت ما اكلتش في بيتكم ولا ايه يا خروف؟ بيت ايه هو فين البيت ده؟ قال عد غنايمك يا خروف. قال واحده قايمه واحده نايمه. شو على اساس خروف غنايمه اللي هم بقى؟ انت عندك بنتين ولا ايه؟ مصاريفهم قطمه وسطي. شوف الراجل. بقول لك يا معلم عادل عايزك في كلمتين هنا في الركن كده معاك. لا عناية قوي يا خروف قوي قوي. معلش بس مش مش لا قوي قوي. يا سلام عناية دي ربنا يخليك. ماشي. طب بقول لك يا خروف انا كنت عايزك بقى في حاجه مهمه. بعدين بعدين. غلبان قوي خروف ده يا اخي. غلبان ده انت اللي غلبان. اللي زي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. ها امال بيتسنكح ليه يعني؟ اللي زي دول يا معلمي هم اللي بيعملوهم مش عبط زينا مضيعين قرشهم على السهره والفسحه الحلوه والاكله الحلوه. ده لسه طالع بعمرتين الواحده منهم تسوى مليون ونص. ايه مليون ونص جابوهم منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه ما يطلعش بالسائل كانما عيل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش وجمعيه على جمعيه كان وضعه اختلف دلوقتي. اللي زينا اذ ربما يعيشوا عيش المليونيرات لكن بيموتوا فقرا بحصرتهم ولا غلط؟ عيش المليونيرات ايه يا عم انت فاكر نفسك مدحت صالح؟ ايوه جاي الحساب يا رجاله. بدوي. بالنسبه للحساب بص ده الحساب بتاع الكوبايه بتاعتي. من غدر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني ورا. انا من النهارده مفيش صحاب مفيش عزايم مفيش واحد اقطع له مثلا ايه في ميكروباص ولا في اتوبيس ولا حاجه. وحتى الشاي انا بعد كده هدفع لنفسي الشاي وكل واحد يحاسب لنفسه. الحمد لله دولة انا طالب شاي بلبن. ادفعه انت بقى يا معلم لان انت بتقبض دلوقتي. ادفع لك ليه؟ ادفع لك ليه؟ انا من النهارده خلاص مش هدفع لحد. وبكده يبقى بريزة على بريزة تبقى الحياة لذيذة. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة عشان نعيد تنظيم وجدولة مصروفاتنا سواء الداخلية والخارجية وهنتبع في المشروع ده سياسة الجمل. لا 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 لحمة الجمل دي ما تنفعش. لا يا ماما احنا مش هنتبع سياسة الجمل كلحمة هنتبع سياسة الجمل يعني كطباع. أبي عادل يا ريت توضح احنا مش فاهمين اي حاجه. يعني مثلا الجمل من صفاته الصبر الجلد الاحتمال. يعني الجمل ده انا اعرف مثلا ان هو بيقعد ماشي في الصحراء بالاسبوع على حته لقمه قد كده وشويه سلطه خضر. طب بيدوا عصير مع الوجبه دي يا عادل؟ يا ما احبش دعابه. بلاش دعابه عايزين نختصر الدعابه. طب ممكن يا عادل يعني نبقى زي العصفورات؟ العصافير؟ والله العصافير ممكن بتاكل رز وبتاكل عيش ناشف مع شويه ميه. الموضوع ده كويس قوي انا ممكن افكر فيه. بيبي العصافير وحياتها بتتميز بالتآلف والتوافق مع بعض واحنا ابعد ما نكون عن ذلك يا حبيبي. احنا بناكل ما صنعه الجزاء. بصوا بالنسبه للفتي بقى فممنوع فتي مش اي حد يفتي في اي وقت وفي اي حاجه كده. يا اختي طبع الرجاله كله واحد ما يحبوش الستات الا لما تكون كلب خشب لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم. لا يا ماما انا ما قلتش كده انا بقول ممكن تاكله وتشربه وتتكلمه بس كل حاجه تبقى في حدود. بالنسبه للهواء العادي عادي الهواء اللي حوالينا ده ناخد بالنا عشان فاتوره الكهرباء بتاعه الهواء ما تبقاش عاليه ولا ناخد انفاس براحتنا؟ بصي بصي يا سناء انت بالذات خدي انفاس براحتك وانا ان شاء الله هبلغ عليك. كابوس 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 يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. في ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ يا حلمت حته حلم خير اللهم اجعله خير يعني ان ماما خرجت من الحمام وسابت النور مهلع. يا ساتر. ايه ده الحلم فسر نفسه صوت التلفزيون. فتح
ايه التليفون السعكه والنور ده النور ده النور ده وايه القرعه والماء. انا مش عايش هنا، لازم نازك هي اللي وضبت كل ده. حرام عليكم حرام عليكم، ده افترا. ده انت الوحيد في العيله المتصل بالوقت. ايه الانوار دي كلها والتلفزيون فاتحينه الساعه 9؟ الساعه 9 فاتحين التلفزيون؟ ازاي؟ ايه يا عادل، في ايه؟ في ايه يا ماما؟ احنا متفقين ان الفرجه على التلفزيون من الساعه 6 للساعه 6 وربع بس. الله، بس الحلقه الاجنبيه بتيجي الساعه 10. بصوا انا عملت قانون والقانون لازم كلكم تمشوا عليه. جرى ايه يا عادل؟ انت انا شويه هتقولوا اشربوا اللبن وخسوا رجليكم وخشوا ناموا بدري. ايه اللي بيزعل في القانون؟ انا مش فاهم، مش احنا اتفقنا على نظام نمشي على النظام؟ يا اخوانا حرام عليكم، انتوا كده بتقطعوا من لحمي. بصوا انا مش عايز اقعد كل شويه ابص في الساعه البطاريه تخلص. ايه مش عايز نتفرج على التلفزيون؟ يا ماما اتفرجوا على التلفزيون بحدود، وبعدين الافلام اللي كل شويه بتتفرجوا على الفيلم نفسه كذا مره كذا مره. لا انتوا تعملوا جدول، تكتبوا فيه اسامي الافلام كده اهو، والفيلم اللي انتوا تتفرجوا عليه اعملوا عليه علامه حمراء عشان ما تشوفوش تاني. يعني انا مثلا لما بتفرج على الماتش ما بتفرجش عليه الماتش وهو بيتذاع، لا انا بتفرج عليه عشان ما اشوفش الاعلانات فضيع وقت واستهلك كهربا. لا بسجله وبعدين اشوفه من غير اعلانات، وانتوا لازم تشوفوا المسلسلات دي من غير الاعلانات. ها لا يا عادل، يقول الاعلانات بتبقى مسليه جدا. مسليه؟ آه. ده انت ناقص كمان تشتري بقى المنتجات اللي بتتعرض في الاعلانات. ايه اللي مسليه يا ام مسليه؟ مفيش اعلانات. يعني ايه مفيش اعلانات؟ ايوه ماما مفيش اعلانات. يعني مثلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل جات الاعلانات، اطفوا المسلسل وفروا كهربا، خلصت الاعلانات افتحوا بسرعه. يا سلام، واحنا نعرف منين ان الاعلان خلص؟ بالاحساس يا ماما، ما انتوا بقالكم 20 سنه بتتفرجوا على مسلسلات، من ايام مسلسل هند والدكتور نعمان بتاع الاستاذ كمال الشناوي، ما حسيتوش ابدا بالاحساس تعرفوا امتى الاعلانات بتيجي وامتى بتخلص. ايوه بس في مشاهدات مهمه جدا مش عايزينها تفوتنا. بقول لك ما فيش مشاهد مهمه في اي مسلسل، المسلسلات كلها شبه بعض، والممثلين اللي بيمثلوا هنا بيمثلوا هنا، واللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا، لازم النقيب يتصرف لازم. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ ايه دي اللفه اللي معاك دي؟ دول يا دولا سندوتشين طعميه بتقود بيهم. سندوتشين؟ اتجننت يا ده رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعميه قوي يا عم. بقى ما دام بتحب الطعميه ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتحوز تاكل منها تاني. هات حاجه ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجه انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني تاني مره مش هتجيبها خالص، يبقى وفرنا تمن الاكل. مش كل شويه تيجي تقول لي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هو اموت من الجوع يا دولا كده هو. يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي وفر، وفر يا ابني وفر. كريم يا رب، الهي ينور بيتك بحريقه يلي ما بتعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب، الهي تقف في طابور العيش يوم بحاله ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف. ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين كرامه لله كريم يا رب، الهي ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طالعه السلوك منه قد كده اهوت. ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين كرامه لله كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينولك اللي بالك يا رب، والاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا ايه هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك؟ يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا واد يا رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار. قادر يا كريم، بس باخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دوله، ده راجل غلبان يا دوله. ادي له حاجه يا دوله. ادي له حاجه ايه؟ ادي له حاجه ايه؟ لا مش هدي له حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زبال؟ قص ضوافر ميديكير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دولا طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب 2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟
بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنين الواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دولة، ايه اسمة القلب دي يا دولة؟ معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانية واحدة. ليه ماما؟ مامي حبيبتي، انا جبت لك اللابتوب وجايبه لك على النادي حالي. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه، معاه موبايل. يا خبر ابيض. طب وانا بقى دولة مش هتجيب لي موبايل؟ جيب لك موبايل؟ اه طبعا، اول ما تموت يا رمزي. لا يا رمزي، وانت بتغسل وشك بميه ساعه تطلع سخنه وتغسل غسل امين يا رب. يا بتهرجي. لا مصدقاكي ده. اه يا الواحد تقل قوي النهارده في الاكل، الحمد لله. صدقيني يا منار يا بنتي، لازم تتجنبيه في لحظات غضبه. يا سلام، طب ولحظات غضب انا ايه؟ مش هتعملي حساب للحظات غضبي ولا ايه؟ كتير حكي. في ايه؟ سيبي السماعه دي من ايديك، كفايه مكالمات. ما يصحش اللي انت بتعمله ده وانا معايا تليفون. هو ايه اللي ما يصحش ومعاك تليفون؟ هو التليفون ده يعني في مقام والدك؟ مش عايزاني اتكلم قصاد ادي التليفون اهو، ادي السلك بتاع التليفون كده، ما حدش هيتكلم بقى. كفايه مصاريف، كفايه مصاريف بقى. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي قوي، لان ما حصلش اي حاجه من اللي انت مصعدها دي. كل الحكايه ان انا قعدت اتكلمت تلت ساعه، مش حكايه يعني. ايه تلت ساعه؟ تلت ساعه ده على الاقل بجنيه، بجنيه على الاقل. جنيه؟ وفيها ايه يعني الجنيه يا عادل؟ الواحد بيتعب عشان يطلع الجنيه ده من بق الكلب. ايه ده؟ بس لو الجنيه طلع من بق الكلب هيطلع مكرمش. مش اشكال مكرمش، بس جنيه. بس على فكره بقى، مش كل الراي العام ضد الجنيه، لان محمد سعد قال الجنيه غلب الكرنيه. طبعا، شوفي انسان واعي فاهم يعني ايه قيمه الجنيه، قال لك الجنيه غلب الكرنيه. طبعا عشان كده احترم الجنيه، فالجنيه احترمه واداله، لان ايه الجنيه بقى ابتدى يحترمه وزود له الايرادات، فايراداته ما شاء الله. شفتي شفتي شفتي؟ طب يعني انا دلوقتي انا مش فاهمه اعمل ايه عشان ارضيك؟ يعني انا دلوقتي عايزه اطمن على صاحباتي، اعمل ايه؟ طمني على صاحباتك بالتليفون بجنيه. روحي لها يا اختي، روحي لها وركبي اتوبيس، اتوبيس رايح جاي بنص جنيه. ولو عرفت تزوغي بقى من الكمساري وتقفي على الباب تتشعلقي كده اهو، توفري النص جنيه. نص جنيه على النص جنيه يعملوا جنيه. وعادل بس ده هيبقى مشوار عليا. ايوه يا حبيبتي مشوار عليكي، هتروحي لها تعبانه، هترتاحي عندها شويه، وممكن كمان تعشيكي. ماشي، بس انا لازم اخد حاجه معايا وانا رايحه. خدي ياسمين في ايدك وانت رايحه، اهي تتعشى هي كمان. ياسمين؟ انا قصدي زياره. زيارتي ايه؟ وانت رايحه تزوري واحده في السجن؟ انت مصاحبه مين يا هانم؟ خلاص خليها هي تيجي بقى تزورني هنا. ايه؟ تجيلك؟ تجيلي كده؟ ما لو جات لك هنا احتمال تتعشى، ده على الاقل الفروض ممكن تشرب شاي وممكن تطلب معلقتين سكر. حرام عليكوا، بلاش مصاريف بقى، حرام عليكوا. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ اقطع مع صديقات الطفوله؟ صاحبي اللي يخسرني ما يبقاش صاحبي، واللي يصعب عليكي فقرك. يا حبيبي يا حبيبي، دي مش طريقه تحويش، دي طريقه تنتيف الريش. هي دي بقى طريقتي لبناء امبراطوريه عادل سعيد. يا عادل يا حبيبي، الغنى غنى النفس. لا ده في الافلام، الغنى الغنى النفس، والحساب حساب البنك. نفسي يا رانيا يبقى عندي الكارت ده اللي ادخله جوه المكنه يطلع لي الفلوس، بدل الكارت اللي هو بتاع التليفون اللي دخله جوه المكنه كل شويه يقول لي فلوسك قلت فلوسك قلت. ده في ناس بتصل بيهم بلاقيهم مشغلين الانسر ماشيين، يعني تبقى المكالمه اتحسبت عليا وانا ما كلمتهمش مثلا عشان عايز منهم حاجه، كنت هكلمهم بسرعه عايز منهم حاجه. وفروا بقى وفروا، حرام عليكم، كفايه تبذير، كفايه كفايه. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. ايه يا ابني؟ في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ الحمد لله انا زي الفل زي الفل زي الفل اهو. زي الفل ده ايه ده؟ انت هتقع من طولك، اما اقوم اسلق لك فرخه. لا ايه ايه فرخه؟
فرخه بحالها؟ انتوا جايبين فرخه بحالها يا ماما؟ احنا اتفقنا ان احنا هنجيبها على اجزاء يا ماما، حرام عليكم. يعني ايه يا ابني؟ يعني يا ماما مثلا نجيب القوانص لوحديها، نجيب الجناح لوحديها، الرجلين لوحديها، اجزاء اجزاء اجزاء. يا عادل حرام عليك يا عادل، ما وصلتش كمان للطعام، لقد اوشكت طاقتنا على النفاذ. بصوا يا جماعه لو سمحتوا، انا عندي هدف، انا حوشت الحمد لله دلوقتي 900 جنيه، فاضل مليون جنيه الا 900 جنيه عشان ابني اول عماره. هتبنيها وتهد نفسك يا بيبي. يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك، جيب على نفسك شويه وفك الكيس بقى. لا 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 لا، الكيس يا اخوانا لو اتفك مش هيتقفل تاني، انا عارف الاكياس وحركاتها. يو يو يو، خلاص انا موت من الجوع. اسمعي بقى، سيبك منه واطلبي السوبر ماركت عشان يجيب لنا شويه كنز. كنز يعني معلبات؟ هي مصاريفه خلاص، ليه معلبات يا ابني؟ اتبط بقى، اتبط وسيبنا نتهنى على وجبه. انتوا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين. ياسمين افتح الباب يا ياسمين. ثلاثة حاضر يا بابا، ما كفاية واحدة بس يا ماما، عايزين نوفر. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الأوردر. أوردر إيه ده؟ تعالى يا راي. ثلاثة بياض، اثنين موسى، أربعة جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين الحيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك. أنا حيوان؟ طب يعني وبيبين؟ أنا الشتم رواش، الشتم وبيبين، بيبين. بنعاد صغير يا ريس واحد يا ريس. طب ده انا وره وره وره، وانا كنت في المغرب، وبعدين كان في واحد ساحر مغربي راح هو شتبني، رحت انا بقى ايه، رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه، ورحت خالق سلخ جلدك له، ورحت عملته حزام، حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي، اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه؟ هيعمل ايه بالفصور ده كله؟ هتنور الاسترات. اخرس يا كلب يا حيوان، ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكوا، ده انا سامع عصافير بطنكوا عماله بتزعزع زيو 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 زيو، فكنت عايز ابر عليكوا عشان كده يعني رحت انا الراي المثل فاطعم الفم يلا. ما تقول لي يا جدو، هجيب لك راديو علهولك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقه عصافير بطننا دي، لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصوفه الرقبه. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه، وحدتين سمك بولت كده هو تقلوهم، وبعدين تحط معاهم شويه سلطه، وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر اللي هو المعصفر دون، وبعدين تروحي معاهم عيش، معاهم عيش وتطلعوهم لام ميرفا، تطلعوهم لام ميرفا. وانت يا حيوان ايه، انزل اجيب لك الساعه؟ لا ما تجيبش ساعه، عشان الساعه ده بيعمل انتفاخ، بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن، وانا عايز ام ميرفا زي ما هي كده هو مفشوله ويعني يلا. حرام عليك، فلوسي شاع هضربه يعني هضربه. ايه بقى يا جدو يا حبيبي، ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟ تضرب مين؟ درات درات انا بكره اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى واغزك انا، غزك يا نور اسود. انت فاكرني لسه هبني رميزي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كانت لم عليا بتاع 14 ساحر، وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول، رحت انا خدت بينهم بقى المقشات، ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم اللي بتوع حي الجيزه، راحوا نظفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام، نظيف قوي يا جدو، مقشات. فكرتني بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر، عشان ما عنديش قشر. ضد القشر ايه يا عم اليوسف اندياي؟ ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر، بتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب، وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عمالين بيخدموا عليا، واحد كان عشان السكسوكه، واحد كان عشان الجنب ده، واحد كان شيلوه من قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تتضرب زي زمان، يلا هضربك بالحزام بقى. بص انا بكره اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده، وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام عادل. عادل ايه ده؟ دي حاله ضعف تام. انت ايه، رمضان خلص من 6 اشهر ومفطرتش ولا ايه؟ قول له يا دكتور، قول له ده قافل على اللحمه والبروتين وحالف عليهم بالطلاق ومضيقها علينا. لا البروتين مهم واللحمه بتداوي، انا تلات ارباع الروشتة عندي اساسا مشويات. انتوا جايبين كباب جه يكشف عليا. عامه الروشتة اهي كيلو ريش، ربع فخده، كباب، وتوصى بالسلطه. ايه يا دكتور، انت بتكتب روشتة ولا بتعمل اوردر ديليفري؟ سناء الدكتور ادرا. ايوه بس يعني الفاتوره زي كده هتبقى مكلفه قوي، يعني حضرتك ممكن نشيل من الروشتة دي عشان نوفر شويه، ممكن نشيل السلطه؟ الحمد لله الحمد لله، واكلت السمكه حتى رجليها.
وبقولك ايه، هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك؟ طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى وخدي دول، دول النايب بتوع الدكتور وادهم له، واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان، فممكن يعني وخدي بقى بقية السمك ادي لي القطتين اللي بره، القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات، وانا سميتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب لا خامس حب، يعني واحده حبيتها يعني اسمها سميره كنت بحبها قوي عشان كده سميت القطه عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميره؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا وعدها، بس انا يعني ايه ضحكت على يلا. شفتي عادل، انت بتبني ابراج في الخيال وبتهدم بيتك في الواقع. انت قديمه قوي. سلام عليكم. عليكم السلام. طب وانا كنت بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشانكو برضو يعني. بلاش عشانكو، عيشني النهارده وموتني اخر الشهر. اقوم بس بالسلامه ومش هستنى لاخر الشهر عشان موتك. موتك على طول ان شاء الله. امال جده فين؟ هتلاقيه بيغسل ايده من زفرت السمك. زفرت يا رانيا. رانيا ايه يا رانيا؟ صحيح من النوم تتفرج على التلفزيون؟ رانيا يا ماما الساعة 2 بالليل يا ماما، حد يقوم من النوم عشان يقعد يتفرج على عتريس؟ رانيا رانيا قومي نامي يا ماما، قومي نامي، قومي يلا يا رانيا. عتريس الجد غاضب غاضب. طبعا شفت انا الفيلم ده 100 مره قبل كده، بس مش الساعه 2 بالليل يا ماما. يلا 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 قومي خش على اوضتك. ابعد عني يا عتريس، اهل البلد كلهم مستنينا بره. طبعا مستنينا بالمشاعل، وهنجيبهم بكره الصبح ان شاء الله يولعوا في البيت كله. يلا حبيبتي يلا. ابعد عني ما تلمسنيش. ايه يا رانيا في ايه؟ ايه الجنان ده؟ يلا يا ماما على اوضتك. يلا يا اهل البلد يا اهل البلد، ابعدوا عتريس عني يا اهل البلد. عتريس حوشوا عتريس عني. ايه عادل في ايه اللي حصل؟ ايه انا مش عارف، قاعده بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على فيلم عتريس، ومره واحده يظهر بقى عفريت شاديه يلبسها ولا حاجه. او ماي جودنس او ماي جودنس، يظهر الحاله رجعت لها تاني. حالتي يا حماتي، هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. هنتجم منك يا عتريس، هنتجم لاهل البلد كلهم، هفتح الهويس واخرجكم. لو سمحتوا بليز بليز يا جماعه سيبوني معاها 10 دقايق بس. تعال يا فؤاده، تعال نخش جودتنا. تعال يا فؤاده. باطل باطل. ها 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 ها. لا حول ولا قوه الا بالله. البت وامها ابيض، ده ايه الحسبيس اللي احنا فيه ده يا عادل؟ هي ماما مالها يا بابا؟ مش عارف يا حبيبتي. يظهر يا حبيبتي جالها برد في مخها، يعني ما تقلقيش. طب ما انا سمعت تيتا مجيدة عماله تقول لها يا فؤاد، وعماله تقول لك يا عتريس، انا بنت مين؟ انت بنتنا يا حبيبتي عادي خالص، انت بس بتحلمي ولا حاجه. خشي نامي نجلاء، خديها ودخليها اوضتها. تصبح على خير يا عتريس، وبقول لماما فؤاد تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت من الأول إن الجوازة دي معيوبة. يا ما قلنا لك اتجوز كوثر بنت خالتك. كوثر عيني على كوثر، وأنت اللي مرضتش. وأنا بس اللي مرضتش، ده شباب مصر كله مرضيش. يظهر والله أعلم إن رانيا دي عليها عفريت. جواز عتريس من فؤادة باطل 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 باطل. الجنان اللي انتوا فيه ده انا مش فاهم في ايه يا حماتي، ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي، هي رانيا فعلا عليها عفريت؟ عفريت ايه بس انت كمان؟ عفريت ايه بس؟ الحمد لله اهي نامت يا عتريس وتكومت. يعني هي ما عليهاش عفريت يعني؟ طب مثلا عليها اديون، عليها اقساط، عليها اي حاجه؟ انا جوزها برضو ممكن ادفع لها يعني مهما كان، هي ام بنتي. بصراحة بقى يا عادل أنا كنت مخبية عليه، وهي صغيرة كانت بتجيلها حالات كده تتقمص شخصيات وتتأثر بيهم وتخش جواهم وتبقى هي دي الشخصية. يا نهار اسود،
زي شاديه فيلم عفريت مراتي يعني؟ اه دي عايز دكتور نفساني يا ابني يظبط لها اريال دماغها احسن تلقط على فيلم المراه والسطور ويطلع عليكي عادي. لا 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 لا, لا. نجيب لها دكتور نفساني فعلا. لا دكتور نفساني ايه, دي محتاجه دكتور من معهد السينما. اما دام بتتقمص افلام نجيب لها الدكتور عزت ابو عوف. دكتور عزت ابو عوف ايه, يجي هو واخته يعرفونا؟ نو, هنعالجها زي ما صلاح ذو الفقار عالج شاديه في فيلم عفريت مراتي. يا نهار تمثيل. دولا يا دولا يا دولا, ايه القرايه اللي حطت عليك فجاه النهارده دي؟ ايه ده حطت عليا فجاه يا ابني؟ انا طول عمري بقرا. طول عمرك بقرا؟ لا يا دولا ما تقولش على نفسك كده يا عم. طول عمري بقرا 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 الجرايد يعني. اه بتقرا الجرايد يعني. يا عم جرايد ايه يا عم, دي صفحه التلفزيون يا دولا. طب وهي دي مش في الجرايد يعني؟ وبعدين انا بشوف ايه الفيلم اللي هيتعرض النهارده في السهره. بس المشكله بقى ان في 100 فيلم في 100 محطه. طب ما ده حلو يا دولا عشان تختار براحتك. مش مهم انا اختار, المهم هي هتختار ايه. هي مين يا دولا؟ بص يا رمزي انا هضطر اشرح لك. ما تخافش ما تخافش, هضطر اشرح لك يعني برغم ان انا واثق انك انت مش هتفهم, بس انا ما قداميش غير ان انا اشرح لك يعني. طب بص يا دولا انت تشرح كاني يعني بني ادم عادي يعني, وانا هحسسك ان انا البني ادم العادي ده. اه ماشي. بص يا رمزي, رانيا جالها مرض التقمص. طبعا مش فاهم يعني ايه تقمص. لا يا دولا فاهم يا عم. التقمص زون يعني اللي هي لما تيجي تتفرج على فيلم فتعجب بدور البطله فتقوم تتقمصه. ايه ده, ايه الحلاوه دي؟ يخرب بيتك ايه الذكاء اللي جات لك فجاه كده؟ ده انت وفرت عليا 4 سنين شرح. يلا اللهم صل على النبي يا دولا. وساعتها بقى دولا ممكن تتقمص دور رقاصه. يا نهار ابيض فعلا, وابقى انا جوز الرقاصه؟ لا يا دولا هتبقى الطبال يا دولا. اه زي الراقصه والطبال والعلمه. ايه ده ايه ده ايه ده, ده الفيلم ده معروض النهارده في التلفزيون. ازاي بقى اخليها ما تتفرجش عليه؟ حط لها منوم في التلفزيون يا دولا, او بص مش عايزه تتفرج على اي حاجه بعد كده اكسر التلفزيون ده خالص. بس يلا بس يلا, انا قلت الزكاوه اللي بتجيلك دي بتيجي وبتجري على طول. طب اقول لك يا دولا, بص يا عم خليها تتفرج على اي فيلم من افلام الاستاذ يوسف شاهين يمكن تاخد جايزه. يا ابني هتتقمص فيلم انا مش فاهمه ازاي يا ابني. طب وريني يا دولا انا بقى. بص بقى. ايوان خلاص يا دولا لقيتها, سهر الليالي. لا 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 لا, لا سهر الليالي ايه, هفضل سهران طول الليل وعندي شغل الصبح, ما ينفعش الفيلم ده. لا 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 بس يا دولا اهو فيلم بين القصرين ده 100 100. اه الا صحيح يا دولا, هو ايه اللي بيبقى بين القصرين دول؟ بين القصرين ما دام قصر كده وقصر كده بيبقى بينهم شارع. غبي غبي غبي. اه طب هو انه الفيلم ده انا مش فاكره. بين القصرين يلا اللي هو بتاع سي السيد يلا. اه يا دولا يعني دلوقتي رانيا هتتقمص دور سي السيد؟ هتتقمص دور امينه مرات سي السيد. اه وانا بقى هتقمص دور سي السيد اللي هو جوز امينه. لا طب وانت هتتقمص ليه يا دولا؟ انت عيان انت كمان ولا ايه؟ لا يلا هي اللي عيانه, بس احنا لازم نساعدها, لازم نعيشها جوه الفيلم, ما نخرجهاش بره الفيلم خالص عشان ممكن يحصل لها انتكاسه فتعيا يعني. يا يعني كلنا لازم نعمل كده. كلنا يعني ايه؟ اه يعني انا بقى دولا نفسي بقى انا اتقمص انا كمان بقى ونقفل البازار ده هو. اه انت نفسك تجيب دورف ونفسك تجيب دورف وخلاص. بازار ايه اللي يتقفل؟ البازار هيفضل زي ما هو مفتوح يالا. بقى. المهم تعرف حد بيبيع طرابيش؟ عارف ايه هي الطرابيش ولا مش عارف؟ يا دولا انت ليه بتعاملني كده يا دولا؟ لا الطرابيش عارفها يا عم, الطرابيش اللي هو كان لابسها سي السيد في الفيلم اللي هي لونها اسود. يلا لونها اسود عشان الفيلم ابيض واسود, الطربوش اصلا بيبقى لونه احمر واخد بالك, وبيبقى له كده شراشيب بيسموها زر يعني. المهم يعني انت تروح للراجل بتاع الطربيش ده هتجيب من عنده طربوشين, وتجيب لنا بقى جلابيتين, وتجيب لنا عبايتين, وتجيب لنا شنبين, وربنا يسهل بقى. من شر حسد إذا حسد, ومن شر النفسات في العقد. عاملة إيه يا أمين؟ عاملة فضلة خيرك فول وطعمية وبيت. كل يوم فول كل يوم فول, مفيش حتة جبنة نازلة, مفيش
حته لانشو، الواحد خلاص قلبه اتحرق فول فول فول. معلش يا بابا، كنا قاعدين لوحدنا وما كانش في حد يقدرنا الطلبات، وانت عارف احنا ما بنبنش على رجالة يا بابا. والنطع ده ما بعتهوش يشتري ليه؟ كنت بنفخ التربوش بتاع حضرتك يا بابا عند العجلاتي. واخوك التاني بتاع حقوق انتساب اللي بيعورني كل سنة في 500 جنيه فين هو امال؟ مات في المظاهرة النهاردة الصبح يا بابا. مات؟ خلاص يا أمينة، ما تعمليش حسابه في الغادة النهاردة. حاضر يا سيد سيد، بعد إذنك يا أخويا كنت عايزك في كلمتين. خير يا أمينة، عايزة إيه؟ بلدك يا أخويا جالهم العدل، جدعين اسم النبي حارسهم طول بعار. وأنا هقدم لهم في كلية شرطة، خلاص إنجازي بيشتغلوا إيه؟ وائل يا بابا اللي منمر عليا بيشتغل كومساري في مترو الأنفاق خط المرج فرع شبرا. وتامر اللي منمر عليا يا بابا بيشتغل سواق على خط حلوان. وافق أنت يا أخويا، وافق وهم هيبقوا يعملوا لك اشتراك، الجدعين شاريين. وأنت بدل ما أنت قاعد عمال بتحش كده، كل اللي بتشتغل اللي يشوفك يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا شغال تحت ايدي ست زي حضرتك كده اهو. يا بابا يا بابا انت خلصت الجبنة، خلصت الجبنة وانت عارف ان مفيش لانشو. اضرب فول يا سساي. مش ضارب فول، انا خلاص هتكل على الله، اروح اكل في الديسك. وامين عايزه حاجه؟ طب والراجلين اللي طالبين بناتك دول؟ هقابلهم هناك في الديسك. يلا سلام عليكم. يسترك ولا يفضحك، يكسيك ولا يعريك، اله يبعد عنك ولاد الحلال يا رب. اوعى ما قالت تبعد عنك ولاد الحلال، غبي غبي يعني ابن حلال وغبي. مش مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. يعني ايه ما عرفتش ترجعهم؟ انت مش فهمت الراجل ان احنا كل شويه هنعوز ناجر منه هدوم تمثيل؟ عندنا تمثيل بالهبل، هو كل حاجه ما تعرفش تعملها. والله يا دولا قلت له فهمته يا دولا، بس هو قال لي البضاعه المؤجره لا ترد ولا تستبدل. يعني ايه؟ يعني يبقى تمثيل وخراب بيوت؟ استغفر الله العظيم. ايه ده؟ النهارده عارضين فيلم عنتر ابن شداد. يالا الله يا دولا. انا طبعا بقى هعمل دور عنتر. ورانيا هتعمل دور شداد. لا يالا، رانيا هتعمل دور عبله. الله، يبقى انا بقى دولا صفصفت لي، هعمل دور شداد. شداد ايه اللي تعمل دوره؟ شداد ده ابو عنتر وما كانش ليه دور في الفيلم، ده مات من قبل ما عنتر يتولد اصلا. انت هتعمل بقى دور شيبوب اللي هو صاحب عنتر لهبل. هيبقى صاحبك انت دولا؟ ماشي يا دولا، ماشي ماشي يا دولا. طب عنتر ده كان لونه اسود. يبقى وانت بتجيب الهدوم بتاعه الفيلم هات معاك علبه ورنيش. حاضر. بني ولا اسود؟ يا غبي، عنتر كان لونه ايه؟ اسود. يبقى هات علبه بني. حاضر يا دولا. عيد النصر يا رجال، عيد الفرح يا رجال، عيد العمال يا رجال. يا عبله يا عبله يا عبله، لازم تمسكي السيف في ايد واحده يا عبله. تقيل قوي يا عنتر، هيعورني. لابد انك انت تتعلمي الدفع عن نفسك يا عبله. وانت رحت وين يا عنتر؟ انا دمي فداك يا عبله، ولكن ان غزوني ماذا انا بفاعل؟ ستصبح ساعتها مفعول به. ما تخجلنيش يا شيبوب. ليه مش بتعلمني الرشق بالسهام يا شيبوب؟ اقول لك تيجي اخلع لك عين وانت تخلعي لي عين ونعيش ترش احنا الاثنين. بس انا اخلع لك عينك في الاول. اشمعنى؟ عشان لما اهرب منك ما تشوفنيش. بماذا ارد على ابي يا عنتر؟ ابوك بيعجزني يا عبله، عايزني اجيب لك خيمه تمليك. انا كل ما استطيع ان افعله اجيب لك خيمه ايجار جديد يا عبله. ايجار جديد يا عنتر؟ واذا ربنا كرمنا اجيب لك خيمه دوبلكس دورين، او اجيب لك شبرا الخيمه لو تحبي. لكن انا مش اقل من صحباتي في القبيله. صحباتك في القبيله، هذه هي إمكانياتي يا عبلة. أنا كل يوم بمر بظروف صعبة، بيموت لي خروف، بيموت لي معزتين، بيموت لي جديين، وكل ده بسبب الغبي شيبوب.
وحتى إن وافقت أبي مش هيتنازل عن 100 ناقة حمر. 100 ناقة حمر؟ أنا كل اللي أستطيع أجيبه 12 ناقة وصفر مش حمر يعني. وليه ما تعملش زي الشباب وتاخد قرض من بنك الإبر الدولي؟ أنت يا عبلة؟ أنت اللي بتقولي هذا؟ عايزاني أقترض من البنوك؟ لا، افرضي تعثرت في السداد، ياخدوا الجمالين اللي حلتي؟ الحق يا أنتر! الحق يا أنتر! إيه الدوشة دي؟ ما أنا جنبك يا غبي، عايز إيه؟ يا عنتورة، قطاع الطرق طلعوا علينا ما بين الجبلين. بين الجبلين؟ وإيه اللي وداك هناك؟ الحتة دي لبش جدا يلا. هو اللي حصل بقى يا عم. المهم هم قالوا لي أوصل لك رسالة. رسالة؟ هاتها هاتها. يعني أقول بيقولوا لك يا عبدي يا أسود. أنا اللي أسود؟ أنت اللي مخلص علبة الورنيش، بتتعامل مع خلقتك إنها جزمة برضو. وقالوا لك إيه تاني؟ بيقولوا لك يا اللي رباك غير أبوك. ليا الفخر إن اللي رباني خالي والخال والد، المهم إن اتربيت. ها وإيه تاني؟ بص يا عم بقى، أنا مش عارف إيه، أنا هروح أقول لهم إيه دلوقتي. بص خد يا عم، ادي الكارت بتاع زعيم العصابة، في العنوان بتاع الخيمة بتاعته ورقم الموبايل بتاعه، وروح يا عم انت بقى فك الاسر المعيز بقى. خلاص انني سأتصرف. غور روح مع المعزة اللي كنت واقف معاها. عبلتي، لقد اتحلت الحمد لله من عند ربنا يعني. ايه جبت الميت ناقة الحمر؟ لئن وجدت عنده ناقات لأخذتها مكسرا ومحطما وحارقا، وإن لم أجد فأنت يا عبلتي طالقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دولة يا دولة. دولة عملت ايه يا رمزي؟ جبت الهدوم المطلوبة؟ جبت كل حاجة يا دولة. هو يا رب رانيا تفضل عيانة على طول. اللي هو يعني صحيح، واسلامه ده اللي هو انه ده دوله في المواقع اسلامه؟ يا لا، اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز واحمد مظهر، ساعه اما كان حسين رياض ماشي بقى في الشوارع وعمال بيدور على لبنى عبد العزيز وعمال بيقول يا جهاد يا جهاد انت فين يا جهاد، ده واختين عليك يا جهاد. يا دوله لما هي قعدت تقول له انا هنا قدامك اهو سلامه انا هنا. ايوه صح، يا ساعه اما محمد صبيح كان عامل بقى بتاع التتار وليه شنبات ضخمه جدا كده اهو، ودخل قال يا جماعه انا لو عايز اكلم شعب مصر اعمل ايه يا جماعه. يا دوله صح. طب ورانيا دلوقتي يا دوله هتعمل دور ايه في الرجاله دي كلها؟ لا رانيا بقى هتعمل دور شجره الدر. الله صحيح يا دوله، هي شجره الدر دي يعني شجره بحق وحقيقي اللي هو يتاكل منها حاجه يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاتي؟ زي الفل. ايه يا عيبك؟ لسه طمعان في الملك؟ الملك لله وحده يا مولاتي، وبعدين انا عايز اسدتك، والست في النهاية ملهاش غير بيتها وجوزها. افهم من كده ان انت ضد عمل المرأة؟ بالعكس يا مولاتي، عمل المرأة على راسي وعلى خصتي من فوق، لكن بحدود، كل شيء عندي بحدود. يعني المرأة حضرتك عايزة تشتغلي ملكة أهلا وسهلا، لكن الساعة 2 الظهر حضرتك تكوني في بيتك، يعني في وسط أهلك وفي وسط عيالك، وتخدمي بيتك وجوزك وعيالك. عز الدين أيمن هو نفسه بكر الدين أقطاي، بس يقلع القناع. أنا مستعد أقلع القميص. في شرط علشان تبقى جنبي على العرش. يا ترى ماذا هو الشرط دون؟ عايز اعمل دقيقه من موبايلك. يا سلام فروم ماي ايس. ايه ده، لقد تقلبت، حد قلبني. يبدو اني نسيت الموبايل بيشحن في الدرج بتاع الحصان. غبي. التردد مرض الجنس البشري. عموما الكلام ده سابق لاوانه، انا لازم اسال عنك قبل ما نتجوز. من غير ما تسالي عني، انا مستعد اقولك على كل حاجه. انا متجوز واحده، يعني لو اتجوزتك هتجوزك عليها، بس مش اشكال، ومخلف منها عيل اسمه منصور لهبل. ولا منصور يهبل، ولا منصور يهبل. ابويا انت فين يا ابويا، انت فين يا ابويا؟ يخرب بيتك، يعني اهبل واعمى كمان؟ ليه يا رب خلتني اخلف عيل اهبل واعمى؟ معقوله؟ ابويا اخلص عايز ايه؟ انا انت هتقضيها كك 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 ك
كلت الحصان بتاعي يا ابويا، كلت الحصان، الحصان في بطنها ابويا، افتح لي بطنها وهات لي الحصان بتاعي يا ابويا، الحصان بتاعي يا ابويا. انا اسف يا مولاتي، للاسف هو ده نتيجه جواز القرايب. عموما يا مولاتي بعد اذن حضرتك انا هضطر اسفا افتح بطنك واشقها عشان اطلع الحصان بتاع الواد منصور الاهبل ابني ده. يلا. لا طبعا، شجره الدر ما ماتتش كده، شجره الدر ماتت بالابائيب. عموما عايزه تموتي بالابائيب موجوده، عايزه تموتي بالسم موجود، عايزه تموتي بالرصاص موجود، السيف اساسي. ها اختاري حاجه، المهم نخلص منك يا رانيا. رانيا؟ رانيا مين؟ انا مين؟ انا فين يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ايه يا مولاتي؟ انت شجره الدر. بس بقى يا اخي، يا اخي اسكت بقى بدل ما شقك انت. انت رانيا؟ رانيا رانيا رانيا. ايوه رانيا، وده بيتك ودي اوضه نومك وده مطبخك ودي تلاجتك وده جزمه. طب كده ليه دايب يا دوله؟ دوله عادل. ايوه يعني يا حبيبي. ايوه عادل يا رانيا. ايوه كده اخيرا فوقتي، كفايه تمثيل بقى. ايوه يا رانيا انا عادل. عادل ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا اتعذبت يا رانيا، انا اتعذبت، اتبهدلت، اتمرمطت، اتمرمطت. سوري يا عنتر. اي سوري عادل، سوري عادل. بجد انا بعتذر على كل الحاجات الوحشه اللي انا سببتها لك، انا اسف. ولا يهمك ولا يهمك، عادي يعني، ما فيش اي حاجه حصلت. انا ما شفتش منك اي حاجه صراحه يعني. بس انما ليه يعني يا رانيا، ايه اللي حصل لك يعني؟ ما هو اصلي حبيبي زمان كان من ضمن مواهبي الكتيره المتعدده طبعا اللي انت عارفها موهبه التمثيل، لكن للاسف بابا كان ممانع يعني، وكان عامل مشكله ان انا امثل نظرا للاصول التركيه الفرنسويه السعوديه اللي احنا منها. تركيه فرنسويه سعوديه؟ ده كويس قوي ان انت طلعت بالعيب بتاع التمثيل ده. بس الحمد لله الحمد لله. مش عايزه اقول لك يا عادل، ياما اسابيع وليالي وشهور شهدت دموع المبلله على خدودي بسبب قمع ابويا واصراره على ان انا ما امثلش. يلا انا اسفه يا عادل. الحمد لله الحمد لله. ولا يهمك يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه يا رانيا، تصبحي على خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل تفتكر حد من البيت حس بحاجه؟ حس؟ لا خالص، كلنا ما حسيناش بحاجه الحمد لله. لامك ولا امي ولا اختي ولا اختك ولا ياسمين حست بحاجه وقالت مالها ماما ولا اي حاجه من دي. الحمد لله الحمد لله. تصبحي على خير يا رانيا. الحمد لله يا عادل طمنتني. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حمد.